شاب مريض بالتوحد بيشتغل في أكتر شغلانة بتتطلب إن هو يتعامل مع البشر. إحنا بنتكلم عن نديم أبو سريع، شاب لسه بيبدأ حياته لكن وراه سر كبير جدا، والسر ده هنكتشفه تدريجيا خلال أحداث مسلسل حالة خاصة اللي بيجي من بطولة طه دسوقي وغادة عادل ومجموعة من الشباب. إحنا النهاردة بنتكلم عن مسلسل حالة خاصة. أنا مصطفى مازن وده محتوى سينمائي ادخل برجلك اليمين. فكرة إنك تقدم عمل بيتكلم عن مرض التوحد وتبدأ تناقش القضية ده شيء يحترم جدا. المسلسل تم الترويج ليه بشكل ممتاز جدا، وفكرة اختيار الأبطال كان اختيار موفق، وأنا بالنسبة لي طه دسوقي في الدور بتاعه عامله بشكل كويس جدا، مع بعض الحاجات اللي ممكن تكون أثرتني اللي هو ليه بيعمل كده، واللي كان في بعض الأحيان يعني الموضوع قالب بالنسبة لي كوميدي شوية. وبعيدا عن طاقم البنات الأمارات اللي في المسلسل، غادة عادل عاملة دور كويس. لكن بعيدا عن الكلام ده، أكتر حاجة أثرت الناس هو إن المسلسل متاخد من نسخة كورية. أنا أكيد طبعا زي كل الناس اتفرجت على أول 4 حلقات، وأنا أجدهم بصراحة مسليين جدا وممتعين جدا. وفكرة إن أنت تسلط الضوء على مرضى التوحد أو الناس اللي هم ليهم قدرات خاصة، ده شيء ممتع جدا. ومن الحاجات اللي عجبتني كمان في المسلسل هو نظرة المجتمع للناس دول. يعني هنشوف في حالة خاصة اللي بيجي باسم مباشر جدا بيقدم لنا الفئات المختلفة في المجتمع اللي بينظروا لأصحاب القدرات الخاصة بنظرات مختلفة. هنلاقي المتعاطف، وهنلاقي اللي هو بيحاول يتعامل من بعيد لبعيد، وهنلاقي اللي بيحاول يستغل، وكل ده في إطار من الكوميديا والدراما. فكرة ان انت تجيب شخصية مريضة بالتوحد وتقدمها ان هو يشتغل محامي، لان انت بتوديه يشتغل في اكتر وظيفة بتتطلب ان هو يتعامل مع البشر، فده تحدي كبير جدا. فيا ترى ده هيتم ازاي في مسلسل حالة خاصة؟ تقييمي المبدئي للمسلسل هو 6/10، ممكن يزيد مع مرور الاحداث. وهنا سؤالي للناس اللي اتفرجوا على المسلسل الكوري، هل في اختلافات ما بين المسلسلين ولا احنا بنتكلم عن نقل بالكربون؟ حسن ونادية زوجين في منتصف العمر، كل واحد فيهم كان ليه جوازة سابقة. الاتنين بيتقابلوا في الحياة عادي، بيحبوا بعض وبيتجوزوا، وده اللي شفناه في الجزء الاول من وبيننا معاد. وبيننا معاد الجزء الثاني، الحقيقة المسلسل ده مفيش كلام كتير ممكن نقوله عنه غير انه مسلسل اجتماعي، والغريب انه ليه جماهيرية. مش عارف ايه السبب، بس ممكن يكون علشان المواقف اللي موجودة فيه، ممكن يكون علشان الأبطال بتوع العمل، أو يمكن علشان المواقف اللي في المسلسل فعلا بتلمس جوانب اجتماعية في حياة كتير من المصريين. جايز أنا ممكن ما كنش اتفرجت على الجزء الأول كله كامل، بس بدأت اتفرج على الجزء الثاني، هو فعلا مثير مسلي. وبالمناسبة مسلسل وبيننا معاد هو أحد الأعمال الاجتماعية اللي موجودة في الوقت الحالي، اللي بتناقش العلاقات الإنسانية ما بين الناس في مصر، بالإضافة إن هي برضو بتسلط الضوء على احتياجات الشباب في الوقت الحالي. فأنت كأنك بتتفرج على حد بيمثلك، أنت متخيل؟ طبعا المسلسل ما قدرش أديله تقييم لأنه هو لسه بيبدأ، وحتى ما قدرش أديله تقييم مبدئي لأنه هو في العادي. وفي العادي هنا مش معنى إن هو مسلسل عادي يعني اللي هو أي حاجة، لكن أقصد إن هو عادي، حاجة تنبسط بيها وأنت بتتفرج عليه. بس أكيد هستنى تعليقاتكم. أنا مصطفى مازن وده محتوى سينمائي ادخل برجلك اليمين. بنت بتعاني من فقدان السمع، بتحصل لها حادثة وهي صغيرة، بتفقد فيها مامتها وبينتج عنها بتر لرجليها. البنت دي بتكبر بعد كده وبتنضم لعصابة خطيرة جدا، وبتبقى أداة وسلاح قوي في مواجهة المفروض إن هم أعدائهم. احنا بنتكلم عن ايكو. انا مصطفى مازن وده محتوى سينمائي ادخل برجلك اليمين. مسلسل ايكو اجدد اعمال عالم مارفل السينمائي، وياريتهم ما عملوه. المسلسل جاي في 5 حلقات ونزلوا كلهم مرة واحدة. انا اتفرجت لحد الحلقة التالتة ومفيش فيه اي حاجة جديدة تخلي عندي شغف ان اكمل الحلقتين الباقيين. انا المسلسل كله عبارة عن تمهيد. تمهيد لايه بقى؟ ما تفهمش. منهم حلقة ايها السادة اللي هي الحلقة الاولى تحديدا، هي فلاش باك لكل ما جاء في مسلسل سابق من عالم مارفل. تخيل يا جماعة، يعني الشغف الخاص بعالم مارفل ضاع. انت لو عايز تبوظ حياتك بالطريقة دي مش هتعمل كده، كفاية بقى كفاية. عزيزي المشاهد، احب اقولك عالم مارفل الى الهاوية، اقعدوا بالعافية.